بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا موضوعين مهمين، اول موضوع اللي هو السوبر بوزيشن اوف ويفز، وثاني موضوع اللي هو الكوهيرنس بالنسبه لللايت ويفز. سوبر بوزيشن معناته التراكب الموجي، التراكب الموجي، التراكب الموجي. احنا قلنا في المحاضرات السابقه انه النظريه الجسيميه سقطت، تمام؟ نرجع للجسيمات نفسها. لو أضفنا جسم إلى جسم، يعني مثلا عندنا كأس في ماء ممتلئ إلى نصفه بالماء، وجبنا كأس آخر في ماء وأضفنا الماء للماء، حيصير عندنا ممتلئ الكأس. هذا بينطبق على الأجسام، إنه لما بنضيف جسم إلى جسم بيكون الحاصل مجموعهم، تمام؟ سواء ماء، سواء كتلة إلى كتلة، يعني أي كمية إلى كمية أخرى من المادة أو من الأجسام أو الجسيمات، بيكون يعني كوربوسكل زائد أنظر كوربوسكل بيكون الناتج مجموعهم. هذا الكلام لا ينطبق على الموجات. الموجات إلها سيناريو آخر غير سيناريو الإضافة. يعني لما بتلتقي الموجات، لما بتلتقي الموجات بيصير عندي ظاهرة اسمها السوبر بوزيشن اوف ويفز. طبعا احنا قلنا طالما النظرية الجسيمية للضوء سقطت، اذا اللي معتمد الان هو النظرية الموجية، ان الضوء عبارة عن موجات. وحكينا في المحاضرة الاولى ان الضوء هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، نوع من انواع الموجات الكهرومغناطيسية، بس احنا سمينا الضوء مرئي لانه عيننا بتقدر ايش تستقبله وتفهم ايش بده او ايش الشفرة بتاعته. وقلنا الموجات الكهرومغناطيسية اقصرها الجاما ريز واطولها الراديو ويفز. بغض النظر، الضوء عبارة عن موجات، وطالما موجات بده ينطبق عليه ما يسمى بالسوبر بوزيشن اوف ويفز، يعني موضوع التراكب الموجي. بس قبل ما نقول، بنقول احنا الضوء المرئي بتمتد طول موجاته من 400 نانو متر ل 700 نانو متر تقريبا، تمام؟ يعني في موجات طولها 400، في موجات طولها مثلا اكثر من 400، نفرض 450، وفي موجات طولها مثلا 700. اذا الموجات بتختلف عن بعضها في الطول، وطالما بتختلف عن بعضها في الطول المكونة للضوء المرئي، تمام، قلنا اطولها الاحمر واقصرها ايش؟ البنفسجي. طالما بتختلف عن بعضها في الطول، اذا فهي بتختلف عن بعضها في الفريكوانسي او التردد. ايش المقصود في التردد؟ يعني لو جبنا وحدة مسافة او وحدة زمن، تمام، وشفنا كم مرة بتتردد الموجات، يعني هنا الموجة في، انا عندي خلينا نرسم رسمة اكبر شوي عشان نوضح الفكرة. يعني موجات طولها الموجي قصير، وموجات طولها الموجي اطول، تمام، وموجات طولها الموجي اطول واطول. نفرض ان احنا عندنا هنا وحدة زمن او وحدة مسافة، تمام، في هذه الوحدة كم مرة ترددت، كم موجة عندي من الموجات القصيرة؟ هاي واحد بين قمتين، مزبوط، هاي موجة، هاي تنتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة، هاي سبعة، هاي ثمانية، هاي تسعة. إذا تسع مرات ترددت، بينما هذه ترددت واحد اثنين ثلاثة، بينما هذه ترددت مرة واحدة، تمام. إذا كل ما قصر الطول الموجي، كلما قصر الطول الموجي كلما زاد التردد الفريكوانسي. هذا ايش علاقته في التراكب الموجي؟ في عندي نوعين من التراكب الموجي، في عندي نوعين من التراكب الموجي، انه تلتقي موجات الها ترددات مختلفة، او تلتقي موجات الها نفس التردد، تمام؟ يعني التراكب الموجي او السوبر بوزيشن اوف ويفز تردد مختلف، موجات ذات تردد مختلف، أو موجات لها نفس التردد. طيب الآن التراكب الموجي أو التداخل الموجي حيؤدي إلى التقاء الموجات، هذا حيؤدي إلى انترفيرنس، تداخل. إنسان قاعد
بينشد نشيدة مثلا أو بيقرأ شعر، الكل صامت حواليه، هل في تداخل في الأصوات؟ ما فيش، لأنه صوت واحد اللي سمعينه. الآن سمعوا إنسان حافظ هذه النشيدة وبدأ ينشد بنفس النشيدة وعلى نفس النسق، الآن صار في عندي تداخل في الأصوات، بس هذا التداخل له نفس التردد على نفس النسق، تمام؟ لما بيقول طلع البدر علينا، الثاني بيقول في نفس الوقت طلع البدر علينا، تمام؟ وهكذا، تمام؟ فبيكون الصوت أقوى، الصوت أقوى، تمام؟ وما فيش خلل في الصوت. طيب لو التنين بنشدوا في نفس النشيدة بس واحد مسبق بكلمة، هيكون في خلل في الصوت. هذا التداخل، تمام، اللي هو أحدث لي خلل في الصوت، تمام، مثيل إله بيحدث في الضوء. إذا التقت موجات إلها نفس التردد، هنحكي إيش السيناريو اللي بيحدث، وإذا التقت موجات ذات تردد مختلف إيش اللي بيحدث. هذه تشبه السوق بالضبط. في السوق أصوات كثيرة ومختلطة، وصوت عالي وصوت واطي وصوت كذا، وهذا بيجر وهذا بيعمل وهذا بيعلي صوته وهذا بينادي على البضائع اللي عنده وهذا بيساوم في السعر وهذا اختلف مع كذا، وصوت سيارة ماشية وإلى آخره. فبالتالي سوق، لما أنا بتلتقي موجات ضوئية ذات تردد مختلف وبيحصل بينها التداخل، ممكن تيجي الترددات بشكل زي من اللي هنشوفه بعد شوي في الصورة التالية. عندي أنا موجات ضوئية السطر الأعلى، وعندي موجات ضوئية السطر الأوسط اللي هو باللون الأزرق، تمام؟ واضح إنه الموجة هاي أطول موجة من اللون الأحمر، يعني الموجة اللون الأحمر أقصر، فبالتالي تردد أعلى. هنا عندي تردد أعلى وهنا تردد أقل، لأنه إذا دققنا المسافة الموجية هنا غير المسافة الموجية هنا، هنا أكبر، فبالتالي التردد أقل. قلنا كل ما بتطول الموجة بيكون ترددها إيش؟ أقل. لما بتلتقي هذه الموجات، لما بتلتقي هذه الموجات أثناء التقائها وتداخلها مع بعضها البعض، ممكن تلتقي قاع مع قمة فبيلغوا بعضهم البعض، الموجة الناتجة ضعيفة. بينما لو التقوا قمة مع قمة هيكون الموجة الناتجة كبيرة، تمام؟ طيب ممكن إنسان يقول طب هنا قمة مع قاع، مفروض ألغوا بعضهم البعض. هذا الكلام بيكون صحيح إذا الموجتين نفس الارتفاع، نفس الامبليتيود. واضح إنه الموجة هاي الامبليتيود تاعها أعلى من الموجة هاي، فضل عندي بواقي موجة، تمام؟ وهنا الموجتين حتى ولو مش نفس الامبليتيود قووا بعضهم البعض. يعني السيناريو اللي بيحصل، تمام، بالضبط زي السوق. بمعنى آخر تلاقي الأصوات عليت مرة، خفضت شوي، ردت بدون نظام، بدون نظام. وهذا التغير بيسموه changing interference pattern، changing interference pattern، يعني نظام تداخل موجي متغير. يعني مرة الضوء بقوى نتيجة انه الامبليتيود زادت، نتيجة انه اجت قمة على قمة، مرة بيضعف، مرة نص نص، بشكل لا منتظم. بمعنى آخر إذا لاحظين المقطع هذا من هنا لهنا، التداخل قاع مع قمة بعدين وصل هنا نص نص، أحيانا بيجيش القاع والقمة يا قمة قمة يا قمة قاع، لا، أحيانا بيكون يعني في تداخل، يعني هنا مثلا، هنا مثلا قمة الموجة هاي جاية هنا بالضبط مش على القاع بالضبط، تمام؟ قمة الموجة هاي هنا جاية هنا، قمة الموجة جاية مع قمة الموجة، فالتداخل بيختلف بين لحظة والتانية. فبتم أحيانا تقوية الموجة وأحيانا ضعف الموجة بشكل عشوائي غير منتظم. طب هذا الكلام بتم في مدى زمني قديش؟ هائل السرعة، 10^14 من السكند، يعني شغلة سريعة جدا لدرجة الإنسان بيقدرش يلاحظها، بيقدرش يحكم على الضوء هل هو صار قوي صار ضعيف صار نص نص، لأنه هذه القضية بتضلها متغيرة. وعشان هيك أطلق عليه changing interference pattern. سببه
تداخل موجات ذات تردد مختلف، ذات فريكوانسي مختلفة. يعني نفرض موجات عندي ثلاث أو موجتين، مثلا موجة مثلا 430 نانومتر تداخلت مع موجة مثلا 560 نانومتر، أطوالهم الموجية مختلفة، أحيانا حتلتقي القمة مع القمة، أحيانا حتلتقي القمة مع القاع، أحيانا حتلتقي القمة مع ما بين القمة والقاع، فبالتالي حيكون changing interference pattern، سريع التغير، هائل التغير في فترة زمنية قصيرة جدا، وهذا حيستمر طالما أنه الموجتين متداخلتين، لدرجة أنه مش حنعرف هل الضوء قوي، هل الضوء ضعيف، هل الضوء نص نص، فبالتالي هذا يسمى changing interference pattern، ويعني يقاس في المعامل، يقاس في المعامل، تمام؟ طيب ماذا يحدث لو عندي موجتين ضوئيتين إلهم نفس التردد؟ إلهم نفس التردد حتعطيني سيناريو اسمه stable interference pattern، يعني نظام تداخل موجي ثابت، يعني ثابت على ناحية واحدة، إما بيقوي بعض البعض أو بضعف بعض البعض أو ما بين التنين. المنظر التالي بيوضح لي هذه القضية. يعني عندي ثلاث سيناريوهات، بس في الثلاث سيناريوهات طول الموجتين هو نفس الطول، بس في السيناريو الأول الموجتين نفس الطول والتقوا قمة على قمة وقاع على قاع، هيكون النتيجة موجة إلها أمبليتيود مضاعف، إلها أمبليتيود مضاعف، تمام؟ يعني قوتها أو الأمبليتيود تاعها ضعف أي من الموجتين، تمام؟ الآن هم نفسهم بس التقوا قاع مع قمة، قمة مع قاع وهكذا، قاع مع قمة بيلغوا بعض، بيعطوني زيرو، يعني الموجة بتلغى، الموجة فيش موجة ضوئية، تمام؟ الموجة الأولى بتلغي الثانية والثانية بيلغوا بعضهم البعض. الآن ماذا يحدث حينما في الحالتين هذول إلهم نفس الطول، تمام؟ وبرضو هنا إلهم نفس الطول، بس هنا القمة جاية ملتقية لا مع قاع ولا مع قمة في المسافة بينهم، تمام؟ هتديني موجة بيمتد ارتفاعها أو الأمبليتيود تاعتها أكثر من زيرو ولكن أقل من الضعف، واضح؟ وهذا بضل طالما الموجتين موجودين بضل ثابت على ما هو عليه، بتغيرش، وهنا نفس الشيء بتغيرش، وهنا بنفس الشيء بتغيرش، طالما الموجتين هنا في المثال بي مختلفين بشكل انه دائما بتتقابل القمة مع القاع والقاع مع القمة، حيضل الناتج زيرو، انه فيش موجة ضوئية، تمام؟ وهنا طالما القمة مع القمة والقاع مع القاع، ما هم لانه لهم نفس الفريكوانسي، نفس التردد، نفس الطول الموجي، حيضلوا طالما هم سايرين في الفراغ بيعطوني الموجة الناتجة اللي هي محصلة الموجتين، اللي هي محصلة الموجتين. إذن عشان نلخص الكلام هذا بنقول تراكب الموجات الضوئية يختلف عن تراكب الجسيمات. تراكب الجسيمات هو دائما أديتيف، أضفنا جسم على جسم بيكون الناتج مجموع، بس في الموجات مش شرط انه يكون الناتج مجموع. التراكب الموجي اللي هو السوبر بوزيشن اوف ويفز اوف لايت ويفز بينتج عنه انهم بيتم التداخل الانترفيرنس. طيب التداخل هذا حينتج لي اي سيناريو؟ حنروح في طريق من طريقين. إذا كان الموجات مختلفة عن بعضها في التردد، يعني أطوالها الموجية مختلفة، الرسم بيوضح موجة وموجة تم التراكب بينهم والتداخل بينهم، بس هم مختلفين في التردد، حيعطوني changing interference pattern، نظام تداخل موجات ضوئية مختلط يعني أو متغير. بحيث أن الضوء بيقوى وبيضعف وبيصير نص نص في أجزاء لا تعد من الثانية، يعني دائم التغير، دائم التغير وبسرعة هائلة، بحيث أنه ما حدش بيقدر
يلتقط هذا التغير بالعين المجرد ويقول اه هلقيتها قوي الضوء، هلقيتها ضعف الضوء، هلقيتها صار نص نص، هلقيتها قوي. لا، هذه الشغلة بتتم بشكل عشوائي وبسرعة هائلة جدا للغاية لا تدركها عين الإنسان، تمام؟ أو إذا كان التداخل بيتم بين موجات، تداخل موجات لها نفس التردد نفس الفريكوانسي، ساعتها بروح على سيناريو من ثلاث سيناريوهات، تمام؟ حيعطيني ستيبل زي ما تفضلتوا، ستيبل انترفيرنس باتر، نظام تداخل ثابت ثابت على احد سيناريوهات ثلاثة، اما اذا التقوا قمة مع قمة وقاع مع قاع حيصير عندي اللي حضل اشوفه على مدى الزمن طالما هم متداخلين بالشكل هذا انه موجة الها ضعف الامبليتيود ضعف القوة، تمام؟ فبالتالي اما حيعطيني هنا اذا كانوا في نفس الفيز، ان فيز يعني في نفس المرحله، قمه مع قمه قاع مع قاع يعني متناغمات، تمام؟ حيعطيني دبل الامبليتيود. اوت اوف فيز يعني تماما عكس بعضهم، لما بتصل الموجة اللي فوق لقمتها بتكون الوصلة الموجة اللي تحت ايش الثانية لقاعها، فبلغوا بعضهم البعض حيديني ايش زيرو. لما بيكون عندي partially out of phase مش كلها تعطيني موجة تكافئ الموجتين الامبليتيود تاعها اكتر من زيرو ولكن اقل من اثنين، ولكن اقل من اثنين، واضح؟ اذا هذا بالنسبة ل اللي هو الانترفيرنس باتر، نوعين من الانترفيرنس تشينجينج وستيبل، والستيبل فيه ثلاث سيناريوهات حسب الموجات اللي إلها نفس التردد، التقت قمة قمة قاع قاع ولا قمة قاع ولا بارشالي اوت اوف فيز، بارشالي اوت اوف فيز. مفهوم الكلام هذا يا بنات؟ هذا يستفاد منه في الحياة العملية وفي له تطبيقات على الانترفيرنس. يعني بنذكر تطبيق مثلا للمثال الثاني، هذا بسموه constructive interference. constructive interference constructive، وهذا destructive. ايش يعني destructive؟ معناته هدمي، يعني كأنه بيهدم الموجة بيلغيها، تمام؟ انترفيرنس وكونستركتيف بنائي، يعني هنا صارت الموجة الناتجة كأنه حوشنا عليها كمان موجة، يعني اشي زاد، وكأنه بناء بنبني سطر من الأحجار وفوقيه سطر وفوقيه سطر، فبتزيد يعني علو هذا البناء، وهنا علو الموجة زاد قوى بعضهم البعض، يعني الموجتين تساعدوا وكأنه اثنين بينشدوا بنفس الصوت بنفس النغمة في نفس اللحظة، حيكون الصوت أعلى مما ينشد واحد، تمام؟ هنا destructive interference الموجتين أنهوا بعضهم البعض، وكأنه إنسان بشد في حبل باتجاه وإنسان بشد في حبل بالاتجاه الثاني، والاثنين نفس القوة، الحبل أو المارك هذه العلامة اللي في النص في الحبل زي لعبة شد حتضلها مكانها. ليش؟ لأنه جهدهم عكس بعض، هم متساويين في القوة، مش هيحصل ولا حاجة، حيلغوا قوتهم، هذا قوته ألغت قوة الآخر والآخر ألغت قوة الأول، تمام؟ فالدستركتيف انترفيرنس، تمام؟ أحيانا بيستخدم في موضوع الانترفليكتيف كوتينج، يعني النظارات بتكون مكسوة بثين فيلم، يعني طبقة رقيقة، هذه الطبقة الرقيقة وظيفتها تعمل destructive interference عشان الإنسان ما يتضايقش من بعض الإشعاعات، وهذا حيجي لما ندرس التطبيقات تاعت الإيش destructive interference أو الinterference بشكل عام، فبيستفاد منها في بعض الأشياء الخاصة في تخصص البصريات. طيب نيجي
شيء مهم أيضا اسمه الكوهيرنس اللي هو الترابط. الترابط لازم نقدم له بمثال. بنقول لو تصورنا قطار يسير في رحلة، وهذا القطار عبارة عن عربات العربة الأولى فيها طلاب، العربة الثانية فيها مثلا معتمرين رايحين يأدوا العمرة، العربة الثالثة فيها مثلا مرضى عندهم تحويلات للعلاج بالخارج، والعربة الرابعة مثلا رجال أعمال وتجار إلى آخره. تمام، نفرض في العربة الأولى مثلا في 20 طالب، المعتمرين مثلا 30 معتمر، مرضى للعلاج بالخارج 15 عددهم، رجال الأعمال والتجار 8. أول حاجة هذا قطار سائر في رحلة. تمام، ماذا يربط كل عربة من العربات؟ إيش اللي بربط الركاب اللي موجودين في العربة هاي؟ هنا هم طلاب بدهم يدرسوا، هدفهم واحد، بدهم يروحوا على جامعتهم على التعليم إلى آخره. هنا إيش اللي بربطهم؟ إنه وجهتهم بدهم يأدوا عبادة معينة، وجهتهم لمنطقة معينة. فيش إمكانية يعمل واحد عمره في غير الكعبة، مظبوط ولا لا؟ تمام، فبالتالي وجهتهم واحدة وهدفهم واحد، هنا برضو رايحين لهدف واحد. إذن في رابط بين المكونات تاع كل عربة. تمام، مش شرط إنه هنا يكون في بينهم رابط، بس كل عربة في داخلها، المسافرين اللي في داخلها، تمام، وكلهم منطلق فيهم القطار. الآن نيجي الضوء لما بينطلق من مصادره، الضوء لما بينطلق من مصادره سواء الشمس أو خلافه، بممكن تشبيهه أنه بقطار من الموجات. هذا القطار من الموجات، هذا القطار من الموجات في سيكشنز عربات. تمام، في سيكشنز عربات. طبعا بدي ارسم بطريقة اخرى عشان اوضح الفكرة. هذا السيكشن الاول، وهذا السيكشن الثاني، وهذا السيكشن الثالث، وما الى ذلك. الان هاي عندي سيكشن، هاي عندي سيكشن من قطار الضوء، هاي عندي سيكشن. كل سيكشن من قطار الضوء او من الخط بتاع الضوء او من مسار الضوء ممثل ويمكن تقسيمه الى عربات او سيكشنز. تمام، ايش اللي بيربط الموجات هنا؟ انها الها نفس التردد. يعني هذه الموجة وهذه الموجة وهذه الموجة لهم نفس التردد، بينما ترددهم في السكشن هذا بيختلف عن التردد في السكشن الذي يليه. هذه الموجة لها تردد زي هاي زي هاي وما إلى ذلك. تمام، وهنا برضو تردد مختلف ثالث. تمام، وهكذا. تمام، إذن هدول الموجات الضوئية مترابطة، وهدول مترابطة، وهدول مترابطة. إذن كل سكشن من قطار الضوء، إذا صح التعبير إنه نطلق عليه قطار الضوء أو شعاع الضوء، إله موجاته مترابطة مع بعض، اللي بيربطها إنها إلها نفس الطول الموجي، وبتختلف في طولها الموجي عن المقطع اللي قبلها، وحتختلف عن المقطع اللي بعدها. تمام، إذا هذا المقصود بالكوهيرنس، هذا المقصود بالكوهيرنس، ترابط موجات الضوء، مقصود بالكوهيرنس ترابط موجات الضوء الموجودة ضمن مقطع معين من الشعاع الضوئي. ترابط موجات الضوء الموجودة ضمن مقطع معين من قطار الضوء أو من الشعاع الضوئي. طيب، الطول من هنا من بداية المقطع لنهايته بيسموه coherence length. coherence length يعني أنا في عندي هنا coherence length، وعندي هنا coherence length، وعندي هنا coherence length، ومش شرط إنه يكونوا كلهم نفس الطول. تمام، ولا شرط إنه عدد الموجات هنا لازم يساوي عدد الموجات هنا. زي ما هنا مش شرط إنه يكون عندي 20 طالب
بما أنه 20 طالب لازم يكون عندي 20 معتمر ولازم يكون عندي 20 مريض و20 تاجر وإلى آخره. لا، تمام. إذن كل مقطع، تمام، موجاته مترابطة مع بعض البعض. إيش اللي بيربطها مع بعض البعض؟ إنه إلها نفس الطول الموجي. طول المقطع يسمى coherence length، يعني هذا بسميه coherence length، ومن هنا لهنا هي بداية مقطع وهي نهايته، هذا coherence length، ومن هنا لهنا coherence length، وهكذا، تمام. الزمن اللي بيستغرق الضوء عشان يقطع من بداية المقطع لآخر المقطع يسمى coherence time. تمام، coherence time هو الزمن اللازم عشان نقطع الكوهيرنس لينكث. تمام، عشان الضوء يقطع الكوهيرنس لينكث. الآن في عندي شيء آخر بدنا نحكي عنه برضو بالنسبة لموضوع الكوهيرنس، بعض المصادر الضوئية، بعض المصادر الضوئية بتعطي trains of light trains of light عديدة المقاطع. ايش يعني عديدة المقاطع؟ يعني فيها سيكشنز كتير. ايش يعني فيها سيكشنز كتير؟ يعني هذا السيكشن موجاته تختلف عن هذا السيكشن، تختلف عن هذا السيكشن، تختلف عن هذا السيكشن، وهكذا. بس كل موجات في داخل السيكشن الواحد لها نفس الايش؟ الطول الموجة. هذا عندنا مثلا عندنا 1 2 3 4 انواع من الاطوال الموجية، هذا بسموه برود باند، تمام، برود باند يعني الموجة العريضة، يعني عندها عروض كتير، عندها أنواع كتير. يعني لما نقول سوبر ماركت عارض 100 نوع من البضاعة، بحق له يقول والله أنا عندي عروض كتيرة، تمام، العروض واسعة. بينما سوبر ماركت آخر عنده بضاعة واحدة فقط، نوع واحد من البضاعة، بيسموه نارو باند، يعني مفيش عنده عروض، هو الشغلة الواحدة، تمام. يعني بعض المصادر الضوئية بتلاقيها عندها مثلا شغلة واحدة، أو مثلا على أقصى حد مثلا شغلتين، بيسموها نارو باند. بنسمع أحيانا في الإذاعات، في إذاعات الراديو، يعني سنبث على الموجة العريضة. إيش يعني الموجة العريضة؟ يعني اللي فيها ترددات كتيرة، اللي فيها ترددات كتيرة، تمام. فبالتالي الموجة العريضة، الموجة الضوئية العريضة، هي اللي فيها ترددات كتيرة. نفرض هذا التردد 430 نانو متر، هذا التردد 470 نانو متر مثلا، هذا مثلا نقول مثلا 500 نانو متر، وهذا مثلا نقول 550 نانو متر. إذن في عندي ترددات كثيرة في هذا القطار الضوئي. إذن هذه بسموها البرود باند لايت سورس، لايت سورس اللي أصدر لهذا القطار الضوئي أو هذا المسار الضوئي، يعني عنده تشكيلات كتيرة من الأطوال الموجية. بينما النارو باند عنده يعني شكل أو شكلين من الأطوال الموجية، نفرض هنا مثلا 430 مثلا و500 نانو متر على سبيل المثال، تمام. واضح أنه كل ما كان العروض أكثر، كل ما كان الكوهيرنس لينث لازم يكون أقصر عشان يدي مجال. بالضبط تشبه قضية عرض البضاعة في السوبر ماركت. لما يكون عندي 100 نوع، حخصص لكل نوع يعني مساحة صغيرة، ما بقدرش أخصص لنوع واحد من المية كل مساحة الرف أو كل مساحة الأرفف، لأنه في عندي أنواع تانية بدي أعرضها. بينما لما يكون عندي بس بضاعة واحدة، نوع واحد، بصير أنا هذه البضاعة وين ما حطيتها، على كل الأرفف، برا السوبر ماركت، جوا السوبر ماركت، في الثلاجات، برا الثلاجات. فبالتالي هذه القضية على سبيل إيش؟ التشبيه. فكل ما كان عندي برود باند لايت سورس، بيكون حجم الكوهيرنس لينكس أو طول الكوهيرنس لينكس قصير. الكوهيرنس لينكس بيكون قصير، قصير، تمام، يقاس ممكن بالمايكرومتر، بالمايكرومتر. بينما لما يكون عندي نارو باند، أمثلة على النارو باند بدناش نسبق بس حنذكر، الليزر، الليزر من المصادر الضوئية اللي هي نارو باند،
تمام، اللي بتصدر ترددات قليلة جدا، تمام، يعني عدد أو أنواع الترددات اللي فيها قليلة، تمام، ممكن تردد أو اثنين زيك، فبالتالي بيكون عندي الكوهيرنس لينكث أطول، ممكن يقاس أنه يصل سنتي أو أكثر من سنتي اللي هو الكوهيرنس لينكث بتاع الليزر. طيب الآن هيترتب على موضوع الكوهيرنس أو الترابط الموجي تجربة مش هنحكي عنها اليوم، ولكن هي تجربة يعني وضحت كثير من الأمور، قام فيها العالم توماس يانغ في القرن 19، وكانت إلها علاقة بالموضوع اللي هو الكوهيرنس، وبالتالي استفاد منها في تجربته، واللي هي أصبحت تجربة مهمة جدا استفاد منها اللي هو في موضوع الفيزيكال أوبتكس، ويعطيكم العافية.